ورجعنا لكم مرة أخرى وجينا للفقرة الجميلة والفقرة الأخيرة من كل حلقة في برنامج زملكاوي، وفقرة النقاد الرياضيين الكبار. معايا ومعاكم النهاردة الأستاذ عبد الشافي صادق، الصحفي والناقد الرياضي بالأهرام. أستاذ عبد الشافي، إزي حضرتك؟ الله يخليك كابتن خالد، أخبارك إيه؟ سعيد دايما أكون معاك، يعني الله صباح يخليك. الخير. ودايما بنبقى مع بعض في أيام تاريخية كده في ده كرة النهاردة يوم القدم. تاريخي لمصر والوطن العربي، يعني صحيح. معايا طبعا الصحفي والناقد الرياضي الكبير استاذ ايهاب الفولي بالمصري اليوم. استاذ ايهاب، ازي حضرتك؟ اهلا بيك، اهلا بيك كابتن خالد، واهلا بكل مشاهدي قناه الزمالك وبزميلي واستاذي الاستاذ عبد حبيبي الشافي. حبيبي يا وطالما هو زميلك واستاذك، انا المره اللي فاتت ابتديت بيه فهبتدي بيك النهارده. ايوه بالظبط، عشان الاستاذ عبد الشافي لو ابتدى مش هيخلص. لا لا لا، بس والله العظيم، بس والله انا بستمتع دايما بحديثه. الله يخليك خالد، والله بكلم فخر لي، زمان فخر لي مشاهده من النجم التاريخي من 30 سنه والكابتن التاريخي من 30 سنه من ايام الاهرام الرياضي. فاكر دايما كنت احب اقرا لك، واحب اقرا لك واحب اقرا كلامك ومقالاتك. استاذ ايهاب، النهارده المغرب بتصل لدور الثمانيه، وكعاده نادي الزمالك وكعاده رئيس نادي الزمالك دائما اول المهنئين بهذا الانجاز التاريخي. طبعا يعني مليون مبروك، ويعني للشعب المغربي والمنتخب المغربي. طبعا زي ما حضرتك قلت، يعني كعاده الاستاذ مرتضى منصور بيبقى تملي سباق بال يعني بارساء الدعائم المؤازره والتشجيع وتوجيه التهنئه لكل الشعوب العربيه. كان حريص بعد انتهاء المباراه على توجيه التهنئة للشعب المغربي وجلالة الملك ومنتخب المغرب، تحقيق إنجاز تاريخي للمنتخب المغربي بفوزه على المنتخب الأسباني الرهيب وصعوده لدور الثمانية. كان برضو التلفزيون المغربي النهاردة كان حريص ان هو يعمل يعني مداخلة عقب انتهاء المباراة مع الأستاذ مرتضى. عملوا معاه فعلا؟ اه والله، بقى انا كنت قاعد معاه وعملوا بث مباشر معاه، يعني كانوا حريصين جدا. كان التلفزيون المغربي؟ التلفزيون المغربي بعد حاجه جميله والله. بعد المباراه كنا قاعدين في النادي، كانوا حريصين ان هم يعملوا بث مباشر مع الاستاذ مرتضى منصور يعني استطلاع رايه بعد طبعا ما كتب التويته ديت، باعتبار ان هو يعني بيمثل نادي الزمالك، يعني رئيس النادي الوحيد المصري الوحيد، يمكن رئيس النادي العربي الوحيد البادر او اول مهنئين للشعب المغربي. فطبعا منتخب المغرب شرف الكره العربيه النهارده، يعني احنا كمان يعني عشمانين وطمعانين ان المنتخب المغربي يبقى يعني يتقدم خطوه. كنت انا معاك كابتن خالد، وكان معاك استاذ عبد الشافي لما رشحنا بعض الترشيحات، قلت لك ان المنتخب المغربي هيبقى من ضمن المنتخبات اللي هتعمل مفاجاه. فاكر انا فاكر حتى انت قلت لي المنتخب المغربي، قلت لك المنتخب المغربي، انا قلت لك انا ميال لتشجيع يعني المنتخبات العربيه، ورشحت السعوديه ساعتها، وكان يعني المنتخب السعودي رغم من نتائجه لكن حقق مفاجاه. لا لا لا، هو بص، كل المنتخبات الافريقيه والعربيه عملوا نتائج مذهلة، حتى المنتخب القطري يعني نتائجه كانت سيئة، لكن تنظيميا القطر والمنتخب وقطر كبلد وكدولة عربية كسبانة من هذا، من كأس العالم ده، مكاسب كبيرة جدا 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 غير كرة القدم يعني. دي حقيقة. فطبعا منتخب المغرب النهارده يعني فرحة كانت كبيرة جدا لكل المصريين وكل الشعوب العربية بالإنجاز التاريخي اللي عمله المنتخب المغربي. وطول عمرنا احنا كنا متعلقين بالمنتخب المغربي ده زمان، من الثمانينات والتسعينات، منتخبنا تحس انه منتخبنا. صحيح. صحيح صحيح. انا عايز اقول حاجة، يمكن هتقولي الصورة تاني. انا لبست فانيلة المغرب، المغرب امبارح، وقعدت افكر ان الشباب الصغير في كل الدول العربية تلاقيه مثلا ايام كاس العالم يقول لك يلبس فانيله البرازيل، يلبس فانيله الارجنتين، فاكر؟ يعني يلبس فانيله فرنسا، يعني دايما كده واحنا صغيرين كان نقعد نتعلق بفرق ونلبس فانيلاتهم. فقعدت افكر ليه احنا كعرب ما نلبسش فانيله بلد زي المغرب وكلنا نجتمع على حبها وعلى دعمها، يعني فاهم قصدي؟ انا لابس فانيله المغرب، هي يمكن فانيله الاقدم شويه، ولكن وحاطط بادج او بالظبط بتاع المنتخب المغربي كنوع من الدعم. ده الطبيعي يا استاذ عبد الشافي، يعني ليه احنا دايما نلبس فانيله البرازيل، نلبس فانيله مارادونا، نلبس فانيله ميسي، نلبس فانيله فرنسا، نلبس فانيله بلاتيني، فاكر
يعني كان دايما كده ونبقى منبهرين قوي بان احنا لابسين الفانيلا يعني بتاعت الوادي. لا انا منبهر ان انا لبست فانيله المغرب. هو ده شيء طبيعي يا خالد لو كان حضرتك خلص ايهاب وكده وانا هتكلم. اتفضل. اولا في البدايه لازم اشكر مستشار مرتضى منصور على البيان الرسمي اللي طلعه بتهنئه شعب المغرب. هاتوا البيان والملك المغربي. اولا فرحه المغرب النهارده مش فرحه خاصه بالشعب المغربي فقط، ولكن هي شعب فرحه خاصه بالشعوب العربيه كلها. اكيد. لان المنتخب المغربي حقق اعجاز في كاس العالم. صحيح. اعجاز ان هو وصل دور الثمانيه، اعجاز ان هو قدر يواجه ويتفوق على بطل العالم اسبانيا. اعجاز ان هو قدر يتفوق على المصنف الثاني في العالم بلجيكا. النتائج اعجاز ان هو منتخب بيلعب بطريقه لعب تدرس. يعني وليد الركراكي المدرب الشاب، المدرب الشاب بيقدم في كاس العالم تكتيك يدرس لكل المدربين. انا بلعب طريقه دفاعيه وبدافع من 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 نص ملعبي وان ما حدش يقدر يقترب من 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 مرمى المغرب، لكن في نفس الوقت انا بعرف اهاجم واجيب جون. صحيح. وبدليل يا خالد يمكن انت قلتها في الانترو ان منتخب المغرب لما يدخل الا في مرمى لهدف واحد يعني معناه كده وبنران صديق على فكره اقوى دفاع وبنران صديق يعني لاعب مغربي أقوى, اقوى دفاع. فالتجربه المغربيه تجربه انا سعيد بيها. ألف مبروك لكل أصدقائي وأصحابي في المغرب على هذا الإعجاز والإنجاز الكبير اللي حققوه. والمنتخب المغرب يذهب بعيدا في كأس العالم. هتقول لي إزاي؟ هقول لك قادر على التفوق على منتخب البرتغال. المغرب والبرتغال تقابلوا مرتين قبل كده، مرة في مونديال المكسيك وتفوق المغرب على البرتغال 3-1. كان خيري أنا فاكر كان لعيب اسمه خيري. أيوة. أحرز هدفين. هدفين 3-1. المرة الثانية تواجه مع البرتغال كانت في مونديال روسيا وكريستيانو رونالدو صاحب هدف الفوز على المغرب. كمان المغاربة نفسهم بعد التأهل والصعود لدور الثمانية وشرفوا الكرة العربية وهم فرحة العرب دلوقتي وفرحة مصر وفرحة كل الشعوب العربية ان هم تفائلوا بوجود البرتغال معاهم في الدور الثمانية. يعني معنى كده ان شاء الله ان شاء الله منتخب المغرب قد يذهب بعيدا. لكن خلينا نتوقف على الدروس المستفادة. واحد، ان تجربة المغرب لازم ندرسها ونستفيد منها احنا كمصريين. ان تجربة المغرب لم تأتي من فراغ، تجربة المغرب جت بتخطيط. يعني في فرق ما بينك انت تحط خطط عشان توصل للعالمية وتجود في العالمية وبين انك انت تشد الفيشة بتاعت الفار عشان تلغي هدف دخل في مرمى احد الاندية. في فرق كبير او بفرق كبير بينك انت تصعد بالصدفه وبين انت تخطط للكوره. تعال نتكلم على مستوى الانديه. الوداد المغربي هو بطل دوري ابطال افريقيا. صحيح. النهضه بركان هو بطل الكونفدراليه. صحيح. المنتخب المغربي في دور الثمانيه. نهضه بركان هو بطل السوبر بطل السوبر الافريقي. فانت بتتكلم على الكره المغربيه، الكره المغربيه تخطط لها بشكل جيد، واللي خطط بشكل جيد شاب بجد اسمه فوزي رقجع. رئيس اتحاد الكرة المغربي ونائب رئيس الاتحاد الافريقي اللي بيخطط البلد وتوصل لفين. خد بالك اكبر ميزانيه للاتحاد في افريقيا المغرب. ماشي. كمان اكلمك ميزانيه ماليه وانت بكده قلتها خلف الانترو. وليد الركراكي ده اللي عمل اعجاز ودخل التاريخ من اوسع ابوابه. مرتبه 15,000 دولار. بالظبط. لا 100,000 ولا 200,000 ولا شروط. كان بياخد في الوداد مبالغ قليله جدا او اقل من كده بكتير. حتى اللعيبه اللي بتلعب ماشي. في المنتخب فانت عندك المغرب. مجموعه من اللاعبين قدرت توظفهم بشكل صح، قدروا ينفذوا فكرك. يعني انت لما تتكلم على ياسين بونو هو ده الاسطوره. ده فكرني بالزاكي ويمكن يتجاوز الزاكي. ياسين بونو حارس مرمى اسطوره. صح. كل اللعيبه حكيم زياش، اشرف حكيمي، بوفال. الراجل كمان حتى في المباراه الكبيره الركراكي ثقته في نفسه ان ممكن يطلع حكيم زياش واشرف حكيمي وينزل حد غيرهم، والنهارده طلع بوفال ونزل حد غيره. فاذا بتكلم على مدرب عنده تكتيك في الملعب يعرف يتعامل مع الكبار وذاهب مع المنتخب المغربي بعيد هيحقق نتائج عاليه جدا تشرف العرب وتشرف الكره المغربيه وتشرف الكره الافريقيه. بس خلينا اتكلم اقول حاجه برضه يا خالد. المنتخب المغربي وصل دور الثمانية، هو رابع منتخب افريقي يوصل دور الثمانية. صحيح. والسنغال 2002، الكاميرون 1990، مونديال 90، وغانا 2010. هو رابع منتخب يوصل دور الثمانية وان شاء الله هيكسر ده القاعدة دي. منتخب عربي واول منتخب عربي يوصل دور الثمانية شرفنا. وبعدين الكرة العربية كلها شرفتنا. انت كل الابطال
الكرة العربية دهستهم، الأرجنتين، السعودية، فرنسا، تونس، فأنت كل الكبار تعاملت معهم. أرد على حتى الكاميرون أفريقيا كسبت البرازيل. كسبت البرازيل. فاللي أنا عاوز أوصلها لك، أنت تلبس تيشيرت المغرب وأنا ألبس تيشيرت المغرب وتيشيرت السعودية وتيشيرت قطر، ليه يا خالد كنا زمان نلبس التيشيرتات دي؟ لأن هم دول الموجودين قدامنا، البرازيل والأرجنتين وفرنسا وألمانيا. طب ما انت المانيا عندك للمره الثانيه على التوالي تخرج من 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 المجموعات. صحيح. في 2018 المانيا روحت. صحيح. و2022 المانيا روحت. فده مونديال المفاجات. خلينا اتكلم على قطر. قطر تستحق الميداليه الذهبيه من الاتحاد الدولي لكره القدم بهذا التنظيم وبهذه المنشات. ويكفي ان انفانتينو نفسه قال ان الاتحاد الدولي لكره القدم حقق 6.6 مليار دولار مكاسب حتى الان. صحيح. نقفل كاس العالم ونروح لنادي الزمالك، ونبتدي قبل ما نروح للفريق والماتش بكره وللاجواء الصعبه اللي ما زال نادي الزمالك بيعاني منها، وهي نقص المال بسبب الحجوزات اللي على النادي واستمرار المشاكل بالنسبه للالعاب الكتيره جدا، ورغم كثرة المشاكل دي لكن بيحصل نوع من الانتصارات زي فوزنا في اليد امبارح على النادي الاهلي، بنحاول والنهارده على نادي المعادي والنهارده كمان كسبنا في سموحه في الطايره، ورغم المعاناه دي لكن المركب ماشيه وبيحاول الربان طبعا المركب او ربان السفينه الشيخ مرتضى منصور انه يحل على قدر المستطاع وما يسيبش المغرب تغرق زي ما بيقول، ما يسيبش المركب تغرق زي ما بيقول. طيب بص يا كابتن خالد، احنا امبارح كان في ماتشين، ماتش طايره سيدات الطايره وماتش الاهلي والزمالك فريق اليد. شوف الفرحه اللي عند مجلس اداره الاهلي عشان كسب نادي الزمالك في مباراه الطايره في السيدات. شوف حاله، بص صوره معبره عن حاله الكبت، حاله الغل، حاله الحرمان عندهم. بص ايه اللي حصل؟ انا ما شفتش والله. لا صوره مجلس اداره بالكامل كان مجلس اداره حرب. دي مباراه كره قدم، انت مباراه كره طايره راح تتفرج على مباراه كره السيدات كمان. طبعا التحيه والشكر وكل حاجه للرياضه سواء سيدات او رجال، لكن اتفرج على الحاله اللي فيها، حاله الهستيريه اللي فيها مجلس اداره النادي الاهلي ان هو قدر يكسب الزمالك، ويمكن يعني عشان خاطر ان الزمالك خد 3 أو 4 لعيبه من فريق السيدات. بص في النهايه انت واصل لمرحله الزمالك بدا يعني يتوغل لدرجه ان الاهلي ما بقاش مصدق نفسه، مجلس اداره النادي الاهلي، ان انت بتكسب الزمالك في السيدات. انت وصلت الدرجه، انت والله العظيم انا بكلمك. بص تعالى بقى نتكلم النهارده، النادي اللي وصل للمرحله بعدها بشويه مجلس اداره النادي الاهلي دوت ما راحش ماتش اليد. لا والله. طبعا هيروح يعمل ايه؟ هيروح يعيط؟ ما انا اعتقد الماتش كره الطايره ده كان في ملعب الاهلي صح؟ انت فصلت الاهلي، فصلت الاهلي في النهايه. انت الفرحه كانت هنا وفي اليد الحزن. فريق يد الزمالك ده نرفع له القبعه في ظل الازمات اللي انت شايفها ديت. النهارده احنا بنتكلم داخلين على يعني فاضل لنا مثلا يعني يوم النهارده 9 أو 8 تقريبا، وعمال وموظفين نادي الزمالك لحد اللحظه ولاعيبه في كل القطاعات لحد اللحظه اللي بكلمك فيها دي ما خدوش رواتب. والله يعني احنا دلوقتي داخلين النهارده 8 6 6 يعني ده احنا ده بكره 7 صح؟ طيب بكره 7 لسه ما قبضوش، هم كانوا متعودين يقبضوا يوم 28 او 27. يوم 27 قبل اي حاجه. مدربه الجمباز اللي هي الخبيره الاوليجا مقدمه طلب ان هي تمشي. لاعب السله مستحقاتها ما بتاخدهاش، المفروض المستحقات بتاعتها بتاخدها بالدولار. لاعب السله بتاع نادي الزمالك مشي، خدها من قصيره من بدري ومشي. لعيبه الكره لحد اللحظه دي النهارده كانوا واقفين مع استاذ مرتضى وخدوا وعود ان هم كره قدم رواتبهم يعني هيوفرها خلال الفتره اللي جايه. كل الالعاب المختلفه في نادي الزمالك حتى كره اليد اللي كسبوا امبارح ما خدوش فلوسهم كله. النهارده انا قريت حاجه على صفحه مجلس الوزراء ان دولة رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي بيتدخل عشان يحل أزمة الدواجن. أزمة الفراخ. مع احترامنا الكامل لأزمة الفراخ، هو نادي الزمالك يقل عن الفراخ؟ نادي الزمالك بأبطاله بنجومه بلعبته بمجلس إدارته ما يستحقش نظرة زي النظرة يا دولة رئيس الوزراء
اللي الدوله وقفتها مع الفراخ عشان تحل ازمه الفراخ. نادي الزمالك هو مفرخه للمنتخبات المصريه. نادي الزمالك هو احد القلاع الرياضيه اللي بتضخ الدم في كل المنتخبات. انا شوف انا هقطعك بس انا اسف في ايه؟ هي اهم حاجه عندي في الموضوع ده ان مزاج الشعب المصري. النهارده المغرب كلها في الشارع. فرحه هستيريه ليه؟ بسبب انتصار. النهارده الزمالك اما بينتصر او الزمالك اما بيكسب فانت كده بتغير مزاج الشعب. يعني الشعب بيبقى مبسوط، الشعب بيبقى جزء كبير من الشعب اللي بيشجع الزمالك بيبقى مبسوط. طيب. فكرة القدم ما بقتش لعبة، لا كرة القدم بتتحكم في مزاج طبعا الشعور شعوب. فالنهارده انت يعني انا بتساءل معالي دولة رئيس وزراء مصر، فين من أزمة نادي الزمالك؟ فين إدارة أو لجنة حل أزمة نادي الزمالك اللي بقالنا 3 شهور فيها؟ النهارده أنا بسأل يعني لما أجي أتكلم على الزمالك ده شعب، شعب مصر يعني سواء الشعب بينقسم جزء كبير طبعا نادي الزمالك بيمثل جزء كبير من الشعب المصري. لما أجي أدور تحت القبة أول واحد أبص عليه هو كابتن حازم إمام كابتن نادي الزمالك، هو ممثل برلماني. النهارده أنا عندي مشكلة، ليه كابتن حازم ما عملش استجواب لمعالي وزير العدل؟ احنا قاعدين بقالنا اكتر من 15 حلقه بنتكلم ان ممدوح المدعو ممدوح عباس واخد فلوسه، استاذ مرتضى منصور طلع قال انا دفعت الفلوس ديت ونادي الزمالك دفع الفلوس ديت وادي الورق. ليه كابتن حازم امام ما يطلعش يقدم استجواب لمعالي وزير العدل ويقول له احنا عايزين نستجوب، عايزين نادي الزمالك في ازمه، عايزين نشوف الراجل ده خد فلوس ولا لا؟ ليه نادي الزمالك محجوز عليه؟ هو نادي الزمالك مكتوب عليه ان هو يتخنق يفضل مخنوق على طول؟ يعني انا النهارده قريت تصريح لكابتن حازم امام ان هو بيقول ان يعني بيبحث في مجلس الشعب مع لجنه الشباب والرياضه ازاي يخلوا ان 8 سنين دوره السنتين، ليه انت تحجر على اعضاء الجمعيه العموميه؟ اعضاء الجمعيه العموميه تنتخب براحتها. كابتن حازم انت جيت اتحاد الكوره مع احترامي لمجلس اداره اتحاد الكوره، انتوا كسبتوا قائمه بولاق الدكرور، يعني ما نزلتوش بانتخابات فانت ما تعرفش يعني ايه انتخابات فما تتكلمش في الانتخابات، خلي اي حد تحت البرلمان يتكلم في الموضوع ده يكون عضو منتخب مش عضو معين. ما ينفعش ان احنا طول الوقت نحس ان كابتن حازم امام عايز ان هو يفصل تفصيله في قانون الرياضه عشان يجي رئيس نادي الزمالك، تعالى بالانتخابات. ما تحجرش على عضو الجمعيه العموميه برايه ان هو ينتخب سين او صاد وتحرم. معلش انا اسف، يعني حازم ايه اللي هيخلي يعني هو مقدم طلب ايه الطلب؟ طيب مناقشه ان يتطبق بند الثمان سنين. هل مشكله الرياضه المصريه دلوقتي في الثمان سنين؟ هل النهارده لما انت تيجي تقول اتلغى الثمان سنين انت عايز ترجع الثمان سنين ليه؟ ما اتعملت الثمان سنين واثبتت فشلها، وشفنا المحلل في كل الاتحادات الرياضيه، وشفنا الدور رود جانيرو واللي حصل فيها من كل الاتحاد الرياضيه، وشفنا اللي حصل مع الدكتور وليد عطا لما مشوه اللي كان عامل انجازات في اتحاد العاب القوى، ومشي وليد عطا وجي بعد وليد عطا حد تاني عشان فكره الثمان سنين. لا مفيش حد يقول لنا ما حدش يحجر على راي الجمعيه العموميه. النهارده انا اتفهم ان كابتن حازم يقول رايه وبتاع لو هو جاي منتخب، انت جاي في مجلس الشعب بالتعيين، اتحاد الكوره انت جاي بشبه التعيين، اللجنه اللي بتدير اتحاد الكوره او مجلس اداره اتحاد الكوره انتوا ما نجحتوش بانتخابات، انتوا نجحتوا على بلاق الدكرور، انتخابات بلاق الدكرور. نرجع تاني لفكره ايهاب، ان اعتقد ان ما زال هناك حكم محكمه صح؟ ما هو انا بقى بتكلم هنا حكم المحكمه، احنا بنتكلم على حكم المحكمه، احنا بنتكلم على حجز نادي الزمالك، احنا عندنا دلوقتي اشكاليه ونادي الزمالك مستشكل. انا بتكلم في نائب برلماني ممثل لنادي الزمالك، او هو لما تم اختياره وتعيينه في مجلس الشعب تم تعيينه عشان هو نجم نادي الزمالك، زي ما تم تعيين كابتن حسام غالي كنجم اهلاوي. يبقى ابدا لما يبقى نادي الزمالك عنده مشكله كبيره بتستوجب تدخل وزير العدل، يبقى اول واحد بيقدم استجواب لوزير العدل هو عضو مجلس الشعب لنادي الزمالك، عضو مجلس الشعب ممثل نادي الزمالك تحت قبه البرلمان. مش هروح ادور على عضو مجلس الشعب بتاع مثلا كرداسه ولا بتاع صفوه اللبن،
لا انا بدور على عضو مجلس الشعب اللي بيمثل نادي الزمالك، فالطبيعي ان هو يبقى معني بازمه نادي الزمالك. النهارده انا لما اتكلم في العشريه السوداء انا بتكلم على ممدوح عباس وكل اللي كانوا موجودين، كابتن حازم امام كان موجود مع ممدوح عباس في التوقيت ده، فلما يلاقي ممدوح عباس بيخرب نادي الزمالك وبيسعى لافساد انجازات نادي الزمالك، لو انا مش هقدر اقول له لا يا كابتن ممدوح ولا يا استاذ ممدوح ولا يا ممدوح اللي انت بتعمله ده بيعيدنا للسنين السوداء اللي انا شفتها معاك لما كنت عضو مجلس اداره، لا وكنت مسؤول على الكره وقتها، لا يبقى انا اتدخل بصفتي البرلمانيه واقدم استجواب لوزير العدل. لما حازم امام ما يعملش كده نروح لحسام غالي نكلمه، نطالب حسام غالي ان هو يعمل الاستجواب لوزير العدل. طيب بناء على كلمتك ان فرحه مجلس اداره النادي الاهلي بفوز فريق الطايره للسيدات على فريق الطايره للزمالك، فانا الفريق الاعداد جاب لك الصوره، فرحه اعضاء اتحاد اعضاء النادي الاهلي مجلس اداره النادي الاهلي بفوز سيدات الزمالك الاهلي على سيدات الزمالك، هي دي الفرحه يعني. طبعا مش مصدقين نفسهم، قدر يكسب الزمالك بقاله 3 سنين مكبوت فكسب. لو بس اعتقد الطايره دايما كان دايما الاهلي هو المسيطر في السيدات، الفرحه يعني كان يعني اعتقد بس خالد بص فريق الطايره الزمالك بيأسسه لاول موسم بالظبط كده لاحمد مرتضى، انا شايف 3-1 بدايه، احنا ما كانش عندنا فريق طايره انسات يا خالد بالظبط كده، عشان تبقى الناس عارفه بصوره واضحه، يعني احنا مش دخلناش منافسه مع النادي الاهلي في دوري السيدات بالنسبه للطايره. الزمالك ما كانش عنده سيدات خلص. كان متفوق في الطايره بدليل واخد دوري وكاس الموسم اللي فات. فمتفوق، احنا عندنا كوماندوز الصالات، عندنا ابطال الصالات، عندنا ملوك الصالات، اليد والسله والطايره. صحيح. لكن بالنسبه للانسات احنا والسيدات ما عندناش فرق بالمستوى ده. صحيح. ومن بدايه هذا الموسم ابتدى الاهتمام بتكوين فرق أحمد في اليد وفي الطايره برضه يا استاذ عبد الشافي، عشان ايه؟ عشان برضه ايه ما ننساش، عشان نقفل الملف بتاعنا، الاستجواب بتاع الكابتن حازم اللي احنا بنطلبه لوزير العدل بنطلبه برضه من كابتن حازم لوزير الرياضه الدكتور اشرف صبحي، ان هو المعني بالمنشاه الرياضيه نادي الزمالك، هو نادي الزمالك اللي مكتوب عليه ان الناس تغض الطرف عنه، يعني النادي الاهلي لما كان بيبقى عنده مشكله اتشال فيها وزير، يعني كابتن طاهر ابو زيد لمجرد ان قال في مخالفات في النادي الاهلي اتشال. النهارده هل ما يحدث في نادي الزمالك ما يستدعيش استجواب لوزير الرياضه واستجواب لوزير العدل؟ صحيح، اتفضل يا استاذ عبد الشافي. بالنسبه للفريق طايره سيدات في نادي الزمالك ده سنه اولى. صحيح. انت بتتكلم على سنه اولى، لكن في المقابل انت عندك النادي الاهلي بيلعب بقاله سنوات طويله. النادي الاهلي بيكسب اي فريق في مصر 3-0. لا فريق انا بتكلم على بنات الطايره. انا بقول لك 3-0. انت اول مره يبقى عندك فريق طايره بنات. وكسبوا شوط على فكره. ومش يعني ايه، انا مش شايفها تستحق الاحتفاليه دي كلها، او انت جعان فرحه مش تستاهلش يعني. مازال قدام فريق الطايره الزمالك على الاقل مستني عليه موسمين على الاقل، عشان بالظبط. واعتقد كمان بنت هناء حمزه موجوده بس موقوفه. موقفها اتحاد طايره 4 شهور يعني لم تلعب مع الفريق يعني. هناء حمزه نفسها موقوفه. يبقى ده مش هتوقف. دي نائب رئيس اتحاد الطايره. بالظبط كده، نائب رئيس اتحاد الطايره. ماشي. انا عاوز اتكلم في موضوع عمليه خنق الزمالك مستمر. يعني احنا مش هنبطل كلام في الموضوع ده. انت مسميها خنق الزمالك بعد فوزه بالدوري 2 والكاس. عمليه خنق الزمالك مستمر. وعاوز يا بص يا خالد، دايما لو عاوز تخلص على مؤسسه، تخلص على دوله، استخدم اللي هي الحروب الجيل الخامس والجيل الرابع، يعني من الداخل. النواه تموت من الداخل. فانت اللي جاي لك عامل لك المشكلات. واحد كان في يوم من الايام على كرسي الرئاسه في نادي الزمالك وعاش معاه عشريه سوداء، هو اللي عامل لك المشكلات دي، هو اللي بيحجز على اموالك، متضامنين معاه بعض الاشخاص، كلنا عارفين من هم الاشخاص دي. خالد دي وصلت الامر ان البعض بيشتري صفحات موجوده لنشر الشائعات لضرب الفرقه والانقسام واسره الفتنه. طبعا انا لسه سامع ميدو دي اللي قاله الكابتن ميدو ده كلام حقيقي. هذه الصفحات تم شرائها وتمويلها وادارتها لاثاره الشائعات، زي عملوا مشكله اسامه نبيه، هم اللي روجوا لده، بدليل ان المستشار دلوقتي بيتعامل مع الموقف دحض الشائعات في لحظتها. مجرد طلعت الشائعه بتاعت رحيل اسامه نبيه كان المستشار بيجهز فيديو وطلع واتكلم كل جماهير الزمالك عشان يطمنهم. هذه الصفحات متخصصه تم شرائها وتمويلها من ناس يدعون انهم ينتمون لنادي الزمالك.
هو حضرتك عايز تدمر الزمالك ليه؟ هو حضرتك عاوز تخرب الزمالك ليه؟ الزمالك بص يا خالد، الزمالك هو واحد من أجنحة الرياضة المصرية. أكيد. الزمالك والأهلي لو الجناحين دول جال حد فيهم حاجة أصيب، الرياضة المصرية كلها هتتأثر. واحنا بنتكلم دلوقتي على المغرب اللي مشرفانا في كاس العالم، بنتكلم على منظومه رياضيه معموله في المغرب بشكل رائع، لازم نتعلم منه، مش نتعلم ازاي نشد الفيشه في الفار عشان نحتسب هدف للنادي المنافس. طيب ما ينفعش. طيب طالما انت فتحت الموضوع ده، تعال نشوف كابتن احمد حسام ميدو كان بيكلم في هذا الموضوع. احمد حسام ميدو طبعا نجم كبير جدا جدا ونجم عالمي، يعني نجم عالمي، لعب في اقوى واكبر الانديه، اياكس وتوتنهام وسيلتا فيجو الاسباني، ونجم من نجوم نادي الزمالك وروما ومارسيليا. يعني كون ان ميدو يقول هذا الكلام ده كلام خطير جدا. تعال نشوف ميدو بيقول ايه. الزمالك الحقيقي لا تنساقوا، لا تنساقوا للاخبار اللي بيتم نشرها عن بعض الصفحات المنتميه للزمالك على السوشيال ميديا، وبقول لكم ان هذه الصفحات، بعض من هذه الصفحات تم شرائها وتمويلها من قبل خصوم لنادي الزمالك وخصوم لمسؤولي نادي الزمالك. وانا كنت عندي معلومات بالكلام ده، وتأكدت من الكلام ده، من الكلام اللي الصفحات دي بتكتبه وبتردده في اخر 10 ايام اسبوعين. ما وراهمش اي حاجه الا ان هم بيحاولوا يهدوا فرقه نادي الزمالك، سواء باخبار مغلوطه، سواء بتشكيك في امكانيات المدير الفني اللي انا بقول لكم تاني ان هو عمل معجزه ضد الطبيعه السنه اللي فاتت، ضد طبيعه كره القدم، تمام؟ وتشكيك في قدرات اللاعبين، مهاجمه لاعبين بعينهم وقتلهم معنويا. لا يمكن ابدا صفحات بتنتمي لنادي الزمالك ان هي تعمل كده في اللعيبه والمدرب، لا يمكن الا لما يكون عندهم اجنده وممولين ان هم في وقت الضرب. خلي بالكم مش هتحسوا بيهم وانت بتكسب، انت وانت بتكسب عمرك ما هتحس بيهم، ما لهمش تاثير، لان انت وانت بتكسب كله ماشي بقوه الدفع، كله بيستخبى. انما وانت عندك المشكله وانت بتخسر، واسمعوا بقى كلامي، جمهور الزمالك الواعي يسمع كلامي، يبتدي بقى التشكيك في المدير الفني، يبتدي ان هو يطلع لك خبر ان في مشكله ما بين فلان وفلان، يبتدي يطلع لك ان اشاعه انه مدرب ضرب لعيب، يبتدي يطلع لك ان اشاعه ان لعيب مش غير سعيد بسبب عدم مساواه عقده بتاعه. هو دي المأساة اللي عاشها نادي الزمالك طول عمره. بس زمان كان نادي الزمالك الاشاعات وكل الكلام ده كله كان بيعيشها عن طريق ايه؟ عن طريق بعض الصحف والاقلام. ده كلام ميدو، ميدو كمان من النوعية اللي ما بيقولش حاجة اللي ما يكون متأكد منها، لأنه كلامه ما هو ده تخريب يا خالد. ده أسميه تخريب لما حضرتك بتطلع الإشاعات وعشان تدمر نادي مؤسسة كبيرة وبتمولها عشان تقول كلام أكاذيب. يا راجل ده قالوا فيه خناقة في أوضة اللبس، مش عارف مين ضرب مين، وده ما حصلش وبيصدقوا نفسهم. وأسامة مش عارف، وأسامة مش عارف ماشي، ومش حاجات كتيرة قوي. فبقول جمهور الزمالك خد بالك، انت جمهور عظيم، انت سند لفريق الزمالك، سند المجلس اداره نادي الزمالك، خلوا بالكم من حرب الشائعات التي تطلقها هذه الصفحات المدفوعه الثمن، ناس معروفين بالاسم. ما يخلونيش المره اللي جايه اطلع اقول اسمائهم ودفعوا كام. ماشي. الزمالك سيبقى له سيف ودرع، ليه مجلس اداره قوي بقياده المستشار مرتضى منصور، بيقدر كل لحظه يواجه هذه الشائعات. بس ما ينفعش انا بشتغل بوفر فلوس علشان احل مشكلات النادي ولا اواجه الشائعات. يعني انت يعني حاططني بالظبط بين فكي كماشه، حرب من جميع الاتجاهات. طبعا. استاذ ايهاب اتفضل، عايز تقول حاجه؟ لا طبعا، كلام كابتن ميدو ده ما ينفعش يعدي مرور الكرام، ولازم جمهور الزمالك الواعي الوفي يبقى يعني مدرك تماما، يعني ان في التوقيتات ديت ان هيبقى فيه الهجوم الشرس، الهجوم الممنهج، خصوصا ان احنا النهارده بنتكلم على تشكيل مكون لهدم الزمالك، لهدم استقراره. ممدوح عباس، مصطفى عبد الخالق، هاني شكري، اي حد حطه، اي حد في التوقيت ده من الجماعه دول هدفه هدم الزمالك. فلما يطلع يقول كابتن ميدو في صفحات مموله، انا لازم ابص على الناس دي،
كده في بص بالمفتش كده مفيش كسوف. هو هم يعني ايه قالعين برقع الحياه مش فارق معاهم حاجه. فلازم تواجههم، لازم تبقى عارف ان والناس تبقى عارفه ان انت عارف ان هم بيعملوا كده هم وغيرهم. فالنهارده هو عامه الزمالك محتاج في التوقيت ده امتى الزمالك محتاج جمهوره؟ محتاج جمهوره في وقت التعادل، في وقت مفيش فلوس، في وقت يعني لازم يكون داعم بكل قوه. الجمهور يخلي داعم ما يكونش ضد. بص هقول لك حاجه، جمهور الزمالك ده الجمهور الحقيقي اللي بيحب جمهور الزمالك. بص جمهور الزمالك عمره ما كان ضد نادي الزمالك، بدليل ان لما يعني المقوله بتاعت سنظل اوفياء اللي هي تحاول البعض ان هو يقلل منها ويتريق عليها، دي عملها الجمله دي بتاعت جمهور نادي الزمالك في عز المحن وفي عز الشدائد، جمهور الزمالك واقف ورا فريقه. فالنهارده انت لما تيجي تتكلم تقول جمهور الزمالك، مش جمهور الزمالك، صفحات ماجوره. مسؤول على الصفحه دي ملته ايه ما تعرفهوش، جنسيته ايه، هويته ايه ما تعرفهوش، هو ماجور مدفوع له مبلغ عشان يعمل اللي هو ياخد اتجاه معين، يكتب بوست يحرك وراه الايه الناس ويخلي ايه الناس تطلع اللي زعلان يعبر عن غضبه. فالنهارده كابتن احمد حسام ميدو ده نجم تاريخ نادي الزمالك بيطلع بيديك نقطه ان الناس تاخد بالها، وهو عنده معلومه اكيد ان في الصفحات ديت مدفوعه الاجر. صحيح. طيب تعال نطلع لفيديو رد المستشار مرتضى منصور على موضوع اسامه نبيه، ويمكن انا ما كنتش متواجد في حلقه من الحلقات، يمكن المستشار مرتضى كان متضايق مني انا شخصيا ان انا نزلت خبر اسامه نبيه، لكن طبعا انا عندي صفحتين، صفحه الشخصيه بتاعتي، الصفحه العامه دي بيبقى عليها مجموعه من الادمنز هم اللي بيديروا الصفحه، اما بينزلوا الاخبار اللي عامه كل الاخبار اللي بتنزل على كل مواقع مصر. فمن ضمن الاخبار اللي كانت نازله ان اسامه نبيه ما راحش التدريب وان هو قد ما يكملش، فكتب الادمنز كتبوا الخبر يعني، فاعتقد المستشار مرتضى منصور ان انا كاتب هذا الخبر يعني، لكن طبعا مسحت الخبر لان في النهايه للاسف كل مواقع مصر نقلت الخبر، مواقع كبيره. بس بدا من فين الخبر خالد؟ من الصفحات دي. الصفحات اللي بص سموم ضد نادي الزمالك. بس هي 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 بتحاول هي القصه اللي كان مواقع كبيره نزلتها كمان وبلبله في توقيت صعب. صحيح. الزمالك يحتاج لكل الدعم، وانا بحيي من هنا جمهور الزمالك، جمهور الزمالك العظيم، هو احسن جمهور في العالم. بحييه على دعمه ومساندته وان يقدر يفرق بين الغس والسمين. صحيح. نروح للمستشار مرتضى منصور اللي كان اتكلم على موضوع رحيل كابتن اسامه نبيه، ونرجع لكم تاني. قال لك مش قلت لكم ان هو استقال؟ طيب لو انتوا شفتوا بكره اسامه نبيه في الملعب وكان عنده شويه انفلونزا شكلكم ايه؟ وللاسف بعض جماهير الزمالك للاسف بتمشي وراه وتردد لبالا شغاله، تتجاهل اللي بيقولوه، تاني تجاهل اللي هما بيقولوه، لكن انت البانه شغال وكان رئيس النادي بيلعب معاك، فيعني الموضوع زاد عن حد. فاسامه نبيل لما اشوف بكره في التمرين شكلكم ايه؟ وبعدين واحد برضه عنده صفحه زملكاويه ولا فيديو قال لك اصل ايه عبد الله لما طلع اتخانق اسمه ايه دوت عبد الله جمعه اللي جمعه عبد الله ده اتخانق مع اسامه نبيل لما اتغير، وناس ثانيه يقول لك لا اصل هو رايح اسوان، اي كلام واي انتم كفايه، انتم بقول لكم تاني كفايه، انتم زهقتوني ماشيين وراهم واسامه نبيه ومشي والحقوا والاسباب ايه ده؟ عايز ضارب اشاعه، واحد النهارده جاله انفلونزا، ما كل الناس بيجي لها انفلونزا. طب الصبح هتلاقيه في التمرين شكلك ايه؟ قول لي شكلك، شكلك هيبقى ايه؟ شكلك هيبقى زباله. ده نمرة واحد. يا جماعه اسامه نبيه لا استقال ولا اعتذر، اسامه نبيه عنده شويه انفلونزا وجاي بكره. خلاص؟ اتنين، انا قلت في الفيديو مع المداخله امبارح ان عبد الغني سليم ده يعني في جزء كمان من كلام المنطقي الكبير اللي قاله المستشار مرتضى منصور، وكلام انا شخصيا بفكر فيه. يعني الناس ابتدت من ضمن الاشاعات تقول لك هو اصل الراجل مهمش اسامه نبيه، واسامه نبيه ما بياخدش رايه. طب انا بقول لك بقى لو انا مدرب عام لفريق نادي الزمالك ومع مدير فني قدير زي فيريرا، وفيريرا ده صاحب فضل على ابني، هو اللي لعب ابني، يعني مش هو اللي لعب ابن اسامه نبيه؟
ها عارفش مش هو فيريرا ده اللاعب ابن اسامه نبيه؟ اه من طبعا. وهو اللي نزله ماتش الاهلي آه. السنه اللي فاتت، وهو اللي كبر اسم ابني. ده انا اول واحد هديم بالفضل للمدير الفني، غير ان انا بتعلم منه. مش معقوله انا بعد ما لاعب ابني وهو بتاع اجي اقول ايه لا 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 مش عاجبني فيريرا ده، ما بيدينيش فرصه ومهمشني يا خالد. ده راجل ده لو مهمشني وبيلعب ابني وخلى ابني نجم يا خالد واسيب ابني اه صحيح وهمشي واسيب ابني يا خالد، يعني اسيب ابني لمين؟ حسام ميدو، ميدو النجم العالمي الكبير اللي لعب في كل انديه اوروبا، قال لك الراجل بيلعب ضد الطبيعه، يعني مدرب كبير. فيريرا ده عمل كوره ضد السنه اللي فاتت دوري وكاس، دوري وكاس ضد الطبيعه مع لعيبه ما كانش عنده سكواد آه. اسيبه. وبعدين اسامه نبيه هيتعلم بروفيسور، هو مش حضرتك المدربين بيروحوا بره يعملوا معاشه عشان يتعلموا، احنا جبنا لك البروفيسور عندك صح، فهيتعلم منه. كل الكلام اللي طلع في الفترات اللي فاتت، وانا بشكر المستشار منصور انه كان في التو واللحظه يطلع لدحض الشائعات حفاظا على استقرار الزمالك صحيح. وحرصا على عدم اثاره الفتنه وحرصا على تماسك فريق كره القدم. فدحض الشائعات ده هيطلع كل شويه، الصفحات الماجوره هتلاقي اشاعات كتير، ممكن شويه يقول لك نيمار ماشي، حسام عبد المجيد ماشي، زيزو مش قاعد، زيزو راح الاهلي، في اشاعات كتير هتتقال ضد الزمالك عشان الزمالك بيعيش احلى عصوره في هذا التوقيت، بطل دوري وكاس، وكمان ان شاء الله يكون عنده الدوري في نهايه الموسم، بس تتحل مشكله الفلوس. سيرك التحكيم عجبك السنه دي ولا لا؟ تحكيم حلو السنه دي يا خالد. التحكيم تحكيم السنه اللي فاتت كان وحش قوي. احنا اللي في عدى من هو ما الزمالك بياخد الدوري بيبقى التحكيم وحش قوي. لو الزمالك خسر او تعادل او الفريق الثاني كسب بضرب الجزاء هتلاقي التحكيم حلو قوي. ايوه قوي. بص بص قبل ما نروح لحته التحكيم يا كابتن خالد، بس عشان ايه الموضوع احمد حسام ميدو والكلام، فكره جمهور الزمالك. جمهور الزمالك واعي، ما مش هيتاثر بالصفحات ديت، بس احنا لما بنتكلم ان احنا بنلقي الضوء يعني ياخد باله يعني. اه جمهور الزمالك لو تفتكر بعد مباراه الانتاج الحربي السنه اللي فاتت راحوا عند بيت الاستاذ مرتضى منصور صهروا يحتفلوا معاه في الشارع للصبح. السنه قبل اللي فاتت، السنه اللي قبل اللي فاتت، عارفين ان هو صاحب الفرح الحقيقي مش لجنه حسين. يعني هما كان ساعتها حسين هو اللي لا لا لا، السنه اللي قبل اللي فاتت كان الانتاج الحربي كان مستشار مرتضى. لا اه لا 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 سوري سوري صح، كان لجنه صح 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 لما جابوا حسين، لجنه كابتن حسين لبيب، لما جابوا حسين يدير النادي. ايوه صح صح، اللجنه اللي اتعينت للنادي اللي هو كان ماسكها حسين. اه حسين لما كان موجود في النادي كابتن، الجمهور نادي الزمالك في التوقيت ده لما الزمالك كسب الانتاج وتاكد ان الزمالك هو بطل الدوري، جمهور الزمالك خد بعضه وطلع على شارع، ما راحش النادي، مع ان كل مره جمهور الزمالك بيروح فين؟ بيروح نادي الزمالك. راحوا قعدوا ربطوا عند بيت استاذ مرتضى منصور في احمد عرابي يحتفلوا بصاحب الفرح. فده بياكد لك ان جمهور الزمالك عارف هو بيعمل ايه وعارف الحلو من الوحش. فاحنا مش قلقانين على جمهور الزمالك. طب ما تحاولوا تجيبوا لي الفيديو ده، لو عندكم فيديو اللي هي احتفالات جمهور الزمالك بعد دوري السنه اللي قبل اللي فاتت اللي كان بلا قيد ده، او السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت اللي قبل اللي فاتت، السنه دي كان الاحتفالات في النادي. اللي قبل اللي فاتت كان بقيد، السنه دي احتفالات في السنه اللي فاتت هو اللي بلا قيد. صحيح. طب هو بيجهزوه. طيب اتفضل. فزي ما قلت لحضرتك كده الجمهور واعي، ما عندوش مشكله، لكن احنا بنقول الخطوره هنا ان انت بتيجي في لحظات الزعل تبص تلاقي واحد داخل عامل نفسه ان هو بيحب زملكاوي بقى وان هو زعلان من اوباما وزعلان من محمود علاء ومتضايق من اسامه نبيه، وهيوديك في حته ان انت ايه يخلق لك مشاكل واللعيبه مش شايفه قدامها، وفيريرا خرف وفيريرا كبر وبعدين يعني هيوديك الحته بقى. انت لاعب اربع ماتشات، انت غالب ماتشين ومتعادل، الجدول بتاع الدوري صعب على الزمالك. اتفرج على الاربع ماتشات اللي انت لاعبهم، شوف مع مين، مع اسوان ومع الداخليه، فرقتين طالعين من الدوري الدرجه عندهم، ومع طلائع الجيش وام لا انت اللي لاعب ام المصري. لا 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 انا بتكلم، عليك الاهلي الزمالك. لا لا الزمالك انا بتكلم على الاهلي. لا لا بقول لك شوف الزمالك لعب مع الزمالك، مع سموحه ومع سيراميكا كليوباترا ومع المصري ومع امبي، اربع فرق تقال. طيب عاملين ازاي؟ اه صحيح. طبيعي جدا ان في اي بدايه انت عادي، وعلى فكره ماتشين اتعادلتهم كنت متقدم على فكره، يعني حصلكش توفيق. وارد. عبد الغني اصيب، ما اتغلبتش، امبي جاب جون في الدقيقه 85، ما اتغلبتش خمسه مثلا. يعني انت متعادل، كنت غالب ومتعادل، ما اتغلبتش خمسه، وده وارد في الكوره على فكره، وارد. طب تعال نروح لفيديو مع مستشار مرتضى منصور، دايما بيتفائل
ان علاقاته ولقاءاته مع اطفال النادي هم بيحبوه جدا. النهارده رايحين توأم، بنتين توأم، نشوف لقائهم مع المستشار مرتضى منصور. يلا بينا. انت في سنه ايه؟ عرض واعتماد لائحه النادي الاساسيه التي تتضمن فرض اشتراك الزوج والزوجه والابن والابنه والاب والام والشقيقات المطلقات والارامل، وتتضمن ايضا تخفيض الرسوم السنويه للاعضاء التابعين. الموضوعات الاخرى ذات الطبيعه المهمه والعاجله التي لا تتعارض مع احكام القانون، نرجو عدم التخلف، وخاصه ان الغرام الحضور هي 1000 جنيه لكل عضو ولكم كل الشغل والتقدير. طب ولدكم انتوا الاثنين في يوم واحد ازاي؟ في يوم واحد اتولدتوا في يوم واحد؟ اتولدنا في يوم واحد؟ لا ماما كده مش توه. يبقى انت مش توه؟ لا احنا توه. لا الخير يا حلا توه. انتوا اخوات بس مش توه. انت باباك اسمه ايه؟ احمد فهد. وانتي؟ احمد فهد عبد الغني. تمام. يعني مامتك، مامتك اسمها ايه؟ وانت مامتك اسمها ايه؟ اياد. لا تجي تهرجوا. تدخلونا في سكه ثانيه. طب طبعا ازاي بقى امك غير امها؟ لا بس فاهمينا. لا هم اولاد خير. شفت بقى؟ اه كده. بس اخوات يعني. لا قالوا له ان احنا توأم. قالوا لي توأم. هم فعلا توأم، هم مع بعض نفس السن وكل حاجه. لا يعني مولودين في نفس اليوم؟ اه. اما تعالى نقيس. اما تعالى نقيس. هي اللي اكبر واحده. خلاص انا مصدق. خلاص. تعالوا يلا. انا هتصور هنا. عايز اقول لكم حاجه، يعني الناس كتير احنا بنعمل فيديوهات كتير للاطفال مع المستشار مرتضى منصور، فعايز اعرفكم حاجه، ان ليه المستشار مرتضى منصور وقناه الزمالك حريصه على ان هم يعني يبثوا الفيديوهات دي. المستشار مرتضى منصور ده مرتضى منصور، يعني مش محتاج فيديو ليه مع اطفال يعني، لكن هو بيبث الفرحه للاطفال دي. الاطفال دي ما بتشوف نفسها في قناه نادي الزمالك، وابهاتهم وامهاتهم يوريه لهم او في المدرسه وكده، بتبقى فرحه كبيره جدا للطفل، وبتفضل الفرحه دي موجوده الى ما لا نهايه. بيفضل الفيديو ده على اليوتيوب، وبيفضل الطفله دي متواجده مع المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، فده الفرحه ليهم هم. عشان كده المستشار مرتضى منصور او قناه الزمالك حريصه على انها دايما تبث الفيديوهات دي، لانها بتقدم فرحه كبيره جدا للاطفال او ذوي الهمم او اصحاب الاحتياجات الخاصه او كل ده. فيديوهات بتكون بتطلع على قناه الزمالك عشانهم وعشان خاطرهم وعشان نفسيتهم وعشان ينبسطوا وعشان يكونوا سعداء ان هم متواجدين على قناه النادي بتاعهم. خالد، هو ده الدور التربوي لنادي الزمالك، والمستشار مرتضى منصور حريص جدا على ده. هو مش محتاج يطلع يتصور مع اطفال بالزبط. بس هو بيطلع عشان هم بالظبط، هم بيحبوه وهو بيحبه. صحيح. دي بتدي رساله مهمه جدا للطفل حتى لما يكبر. طيب عشان وقتنا هنطلع لفيديو تاني مع برضو احد اصحاب الهمم او ذوي الاحتياجات الخاصه مع المستشار مرتضى منصور، ونرجع لكم تاني. يلا بينا. بمناسبة أي يوم يا أنا ربنا يبارك. صدق يا اكمل ان المعاقين دول
اكثر عقلا واتزانا وصدقا من السلام. صح. على الاقل ما عندهمش مرض نفسي. ايوه. على الاقل محتملين ابتلاء ربنا بصبر واحترام وحب. ثانيه واحده عشان اكمل مش كده؟ في ناس كتير اسوي. ما ممدوح عباس ده سوي اللي حاجز على النادي ده وبيفتري في البلد كلها، محدش عارف يعمل له حاجه، هو سوي. فانا بقول لك المعاقل اللي انت بتتكلم عنه ده اليوم العالمي اعتقد الرئيس والحرم اللي هم اللي عاملينه تمام. في معوقين، المعوقين كلهم بلا استثناء بلا استثناء اكثر رحمه وعقل وصدق من ناس كتير اسوياء. والاعاقه فين؟ الاعاقه في القلب اللي بيبقى كله غل غل. ايوه. وحقد، هي دي الاعاقه. انما حد لسانه ايده رجله ولا بالعكس، ده ابتلاء من ربنا والجنه هتبقى تحت اقدامكم. احنا ابوك ده، ابوك ده رايح الجنه، رايح الجنه ان شاء الله. وام وهو 70 يحب حضرتك معاه. اه. واختك اللي لسه متجوزه دي ده قرآن ربنا، ده قرآن ربنا وهو كتب، وكتب إهداء. إيه كتبت إيه؟ قول لي يا أكبر. إهداء لأكمل محمود القاضي. إيه ده؟ إيه أكمل محمود من تو من تو من توي أبي. بطل الجمهورية في متحدة وعاقة. طبعا دايما بيكون داعمين الحمد لله. الله، انا سعيد وفخور ان انا منتمي لنادي الزمالك والله العظيم بجد. يعني نادي الزمالك اول ناس هنينا المغرب، اول ناس عملنا عضويات لاسر الشهداء، للضباط، للمحامين، للصحفيين، اول ناس دايما بتكون داعمين للدوله المصريه. عندنا يعني مصر هي بالنسبه لنا نمره واحد. يعني الحمد لله رب العالمين، واحد سعيد انه بينتمي لهذا النادي الكبير والعريق يعني باذن الله. تعالوا، طالما انتم طلبتوا الفيديو اللي بعد فوزنا بالدوري على الانتاج الحربي بهدفين لاشرف بن شرقي، ربنا يمسيه بالخير يعني، وبنقول له من هنا كمان، بقول لاشرف بن شرقي، بقول لزكريا الوردي، بقول لحميد احداد، بقول لأناجم، بقول لكل اللعيبه اللي مثلت الزمالك، المغاربه اللي مثلوا الزمالك، الف مليون مبروك ليكم والف مليون مبروك للشعب المغربي. تعالوا نشوف فيديو احتفال جمهور الزمالك من امام بيت المستشار مرتضى منصور بعد فوز الزمالك بالدوري الموسم قبل الماضي. يلا بينا. طبعا فرحة كبيرة لجمهور نادي الزمالك، وجمهور نادي الزمالك بيحب اللي بيحب النادي، واللي بيصنع الفرعة فرحة لجمهور الزمالك، جمهور الزمالك ما بينساهوش أبدا خالص. ساعات تلاقي جمهور الزمالك متفق أو مختلف مع مستشار مرتضى منصور، لكن الكل بيجتمع إن وجوده
هو صائد للبطولات إداريا، شخص ناجح جدا قادر على أنه يدير منظومة بقيمة نادي الزمالك. تعال نروح لفيديو أخير كده لعباس. عباس من يعني احتياجات خاصة، عباس شخصية جميلة جدا، هو صديقي كمان. مستشار مرتضى منصور قرر أنه يعينه من سنوات فاتت كمصور، هو بيحب التصوير ونادي الزمالك بالنسبة له، بيصحى الصبح يروح نادي الزمالك ويروح بالليل على بيته، يصحى الصبح يروح نادي الزمالك، نادي الزمالك هو حياته، نادي الزمالك وعشقه لفريق كرة القدم. عشان كده المستشار مرتضى منصور كان بيقدره تقدير كبير جدا وتم تعيينه داخل نادي الزمالك. نروح لهذا الفيديو لعباس مع المستشار مرتضى منصور ونرجع نختم حلقتنا مع ضيوفنا الكبار. يلا بينا. حبيبك يا حبيبك حبيبك ماشي مع واحدة ثانية دلوقتي. ماشي يا هي ده حبيبك ولا ايه؟ ايه حبيبي بس ايه؟ اهلا ازيك يا عباس؟ دخلت الجيش يعني؟ دخلت الجيش؟ ها؟ لابس ليه ساعة؟ عادي والله. انا شايفك بتقعد تفكر لو تاكل اللي كده كده تبقى فايبر. I'm going to go to the hospital. يا راجل احمد جلال قال لك عكس تمشي وراها. طلعت مشوار ان شاء الله. طيب اه اكلمه وكلمه. طلع عباية بني هذا بس تبرع. ربنا يجبر بخاطرك يا سيادة المستشار. يمكن حاجات كتير من اللي بتحصل دي جزء كبير منها فوزنا بالبطولات، مش دايما التدريب والمدربين والفلوس هي اللي بتصنع البطولات، ساعات جبر الخواطر هو اللي بيصنع البطولات. استاذ عبد الشافي طبعا شكرا مستشار مرتضى منصور على جبر الخواطر، ودي مش غريبه عليه، ده بيعملها كل يوم ولو ما عملش كده بيزعل. يعني جبر الخواطر ده بيعمله كل يوم، وده دور المؤسسي زي ما قلت كذا مره وهفضل اقول، نادي الزمالك يقوم بدوره المجتمعي كما يقول الكتاب. طيب جبر الخواطر على الله ده اهم حاجه، وطبعا ان انت بتجبر بخاطر الناس دي وبالذات اصحاب الهمم دي حاجه جميله جدا. يعني رئيس نادي الزمالك الاستاذ مرتضى منصور يعني عودنا دايما ان دي يعني بقت حاجه اساسيه، ما بقتش حاجه يعني ما بنتفاجئش بيها، ده بقى يعني بصفه معتاده. حتى انت تتفرج هو قاعد في مكانه، يعني الاطفال هي اللي بتروح له، الاصحاب الهمم هم اللي بيروحوا له، يعني دول اكتر ناس بيحسوا بالحنيه. طيب عشان برضو عشان مش عايز اقفل رغم الحلقه خلصت، لكن مش عايز اقفل لان زي ما بيقول لك الطفل بيبقى مستني الفيديو. عندنا فيديو تقريبا 26 ثانية لطفلة أكيد هتبقى سعيدة ومبسوطة إنها تشوف نفسها في قناة الزمالك. يلا بينا. احنا بنحب قناة المستشار، واحنا بنحب يا استاذ المستشار.
عسل. شكرا استاذ عبد الشافي. شكرا يا استاذ خالد، على الرغم انت سالتني سؤال انا ما جاوبتش عليه تحكيم. اللي هو خاص بالتحكيم لكن هقول كلمتين. لما الزمالك كان بيقدم افضل عروضه الموسم اللي فات كان الاحتواء وكان الدوري موجه وكان كل شويه تقطيع، وليه الحكم محمد عادل ما بيحكمش الزمالك، وليه فلان اللي على الرغم ان الزمالك بيكسب مجهوده. المره اللي جايه يعني هحضر ملف التحكيم. صحيح استاذ عهاب، شكرا جزيلا لوجودك معانا. شكرا جزيلا، شكرا لكل مشاهدينا المحترمين. بكره حلقه جديده من برنامج زملكاوي، ان شاء الله اجي لكم بكره والزمالك كسبان ان شاء الله، يمكن جبر الخواطر ده يكسبنا بكره باذن الله. تصبحوا على خير.